شعور الأصدق، يعني أنا بعتبره هو شعور مخربط وشعور متضارب يعني، بس بنفس الوقت أنا سعيدة جدا أن أنا بين أهلي، وسعيدة جدا أن أنا راح أبدأ حياة جديدة معاهم، وأنا كمان سعيدة أن قديش شايف أن هم مبسوطين يعني. صح بعيته بس هي دموع الفرح، فالإشي مؤثر كثير بالنسبة لي. كثير سعيدة أنه كمان في ناس تانية روحت، وأنا على أمل أنه هلأ أكبر عدد من الأسرة كمان يقدروا يعني أنه يروحوا إن شاء الله ويتم الإفراج عنهم.